بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا هاله الحمقلاوي ونعرف منها اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا هاله. صباح الفل عليك يا حسن. صباح الفل يا مصطفى. صباح الخير عليكم. طمنينا وطمني كل المصريين اللي نازلين بقى من بيوتهم. الجو غريب شويه، احنا واحنا جايين كان برد، لكن دلوقتي مع يعني مع دخول اليوم لنص اليوم كده هيبدا يبقى حر. على العموم احنا خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي الجوله المروريه اولا، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات. دلوقتي الناس طبعا بدأت تنزل، وهنبدأ من محافظة القاهرة. الكثافات بتبدأ تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففي هناك سيولة مرورية. كوبري اكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة لغاية غمرة، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي هناك كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي تاني لكوبري اكتوبر بسبب زياده احمال السيارات، وكذلك الامر المتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركه بشارع عباس العقاد والطيران وصولا الى الدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات مع نزول الموظفين، هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. كمان هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه، وهناك برضو في بعض الكثافات. اما نفق الازهر لو بصينا عليها هنلاقي ان في انتظام للحركه وسط سيوله مروريه في الاتجاهين. لو رحنا بقى لمحافظة الجيزة هنلاقي ان في محافظة الجيزة بيشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي هناك كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو ففي هناك سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر فيه سيولة مرورية أيضا، وده أيضا بعد الانتهاء من التوسعات. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن، ومنه المحور 26 يوليو أو محور روض الفرج. نروح بقى لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية طبعاً لحركة السيارات بسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مركبي. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي الطريق لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. إلا أن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما القادم من طريق شبرا بنها متجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر له وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال يكون فيها بعض الكثافات البسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لغاية بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة الزحمة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد بعض الكثافات النسبية البسيطة اللي هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. نروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية هنلاقي هناك كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع.